السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح دلوقتي ازاي عن طريق جروب بوليسي اوبجكت نقدر نخلي مجموعة من اليوزرز عبارة عن ادمنستريتور على الاجهزة. القصة كلها في خطوتين. الخطوة الاولى بننشئ جروب من عادي من الاكتيف دايركتوري ونحط اليوزرز دول اللي عايزين الصلاحيات دي عبارة عن ممبر في الجروب دي. تاني شغلنا بنروح على جروب بوليسي اوبجكت مانجر وبننشئ نيو جروب بوليسي اوبجكت او طبعا تعدل اي واحده تانيه. انا هنشئ نيو جروب بوليسي وهنعمل ايديت في كمبيوتر كونفيجريشن المسار اللي هنشوفه دلوقتي ونحط الجروب دي اللي احنا انشاناها في الاكتيف دايركتوري عباره عن ريستريكت جروب ممبر في الادمنستريتورز وهنطبق الجروب بوليسي اوبجكت او النيو جروب بوليسي نعمل لها لينك اند ابلاي على الاو يو اللي فيها مجموعه الاجهزه اللي احنا عايزين اليوزر الفلاني ان يبقى ادمن عليها. نشوف الكلام ده عملي. في البدايه انا فاتح الاكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، تيجي على هنا مثلا ونيو جروب هنسميها ادمنز 2، هي جلوبال سيكيورتي نخليها زي ما هي. الكريتت عندي اهي ادمنز 2. الممبرز هنضيف، لنفرض انا الشخص اللي هديله الصلاحيات ده انا عامل اكونت اسمه تيست، يبقى احنا خلصنا شغل الاكتيف دايركتوري. هنروح على الجروب بوليسي مانجمنت، عندي هنا ننشئ نيو او يو هنسميها كمبيوتر جي بي او داش ادمنز 2. راحت فين هنا اهي موجودة اهي، نعمل لها edit. المسار اللي احنا نشتغل عليه computer configuration policies windows settings security settings restricted group. هنضيف هنا الجروب اللي احنا انشأناها في الاكتيف دايركتوري اللي اسمها admins 2، يبقى right click add group browse هنا admins 2 نعمل check names ظهرت عندي. اوكي اوكي جاب لي ويندو قال لي configuration بتاع الممبر شيب بتاع الجروب دي بقى انت عايز منها ايه، فانا هقول له this group is a member of، المفروض اللي هنا هنضيف administrators. apply اوكي يبقى انا عملت جروب بتاعتي ممبر في الادمنستريتورز. تمام. طيب المفروض الوقت اللي انا هلينك الجروب بوليسي اوبجكت دي للاو يو اللي فيها الاجهزه اللي احنا عايزين نطبق عليها البوليسي دي. فانا هندي هنا مثلا سيستم ادمن فولدر ديسكتوب، ده في الجهاز اللي انا شغال عليه. قبل ما اعمل لينك عايز اوري لك دون اللوكال ادمنستريتور كمبيوتر مانجمنت بتاع الجهاز اللي انا شغال عليه. هنا اللوكال جروب اهي الادمنستريتور اللوكال ما فيهاش الادمنز اللي احنا حطيناه. تمام عشان بس نشوف الافكت بتاع البوليسي. فانا هاجي هنا اقول له لينك ان اكزيستنج جي بي او ونختار ادمنز 2. اوكي كده المفروض اللي هي هتطبق على الاو اي دي اللي هي في الاكتيف دايركتوري. وين الاكتيف دايركتوري؟ السيستم ادمن ديسكتوب فيها الجهاز الادمن 5 اللي هو ده الجهاز الشخصي بتاعي اللي هو ده. طيب ممتاز تعالوا نشوف. طبعا احنا هنا لازم نعمل جي بي ابديت تن 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 مش موجودة اهي. ممتاز نفتح هنا دي جي بي ابديت سلاش updating policy computer policy update has completed successfully computer policy. ممتاز نفتح نقفل ده نفتحه تاني نروح على local user groups administrators لقينا admins 2. يبقى انا قدرت بالجروب بوليسي اوبجكت اعمل ادخل الممبرز بتوع الجروب دي ان هم يبقى
في اللوكال ادمنستريتور جروب بتاع اي جهاز. يبقى اي جهاز موجود عندي جوه الاو يو دي هيتطبق عليه نفس الموضوع. عندك 100 جهاز 50 جهاز زي ما تقول عايز. شكرا جزيلا.